فيها توفي، كان في الجيش وتوفي، فكانت له جنازة. في تلك الجنازة جلست مع نفسي وفكرت، قلت في الحقيقة هذا الواقع ما لا يحتمل إلا أمرين اثنين، إلا أن تكون مسلمة أو أن لا تكون مسلمة. إن كنت مسلما سينجم عن ذلك تصور كوني يلزم عنه فعل معين في الحياة، إن لم تكن مسلم خلاص سينجم عن ذلك نمط حياة معين. فكنت أفكر في هذا الأمر، وكنت ولا أنظر أمام إلى الناس في دهشة، أقول أمر في واقعنا عجيب جدا، كيف نحن نعيش هذا الواقع بهذه السهولة بهذه الرخاء بهذا الاستمتاع الهادئ، ونحن ندرك أن هناك جنة ونار، ونحن ندرك أن الإنسان سيحاسب. هذه أكبر صدمة عشتها في حياتي، كيف نحن نعيش بهذه الصورة ونحن ندرك أن هناك آخرة. أحد القساوسة النصارى كتب كتاب اسمه أظن بالإنجليزي The Atheist Christian أو شيء من هذا الأمر، النصراني الملحد، نصراني في تصوره ملحد في حياته. نحن في واقعنا العملي عندنا كثير من الناس ملحدة عمليا، لا أستعمل الملحد بمعنى الشرعي، وإن بمعنى أنه أفعاله إذا لو جاء إنسان من الفضاء وعاش بيننا في الحقيقة وعاش فترة بيننا ثم قيل له والله هؤلاء الذين تعيش بينهم الذي عشت بينهم يؤمنون بالآخرة وأن الإنسان يحاسب عن كل فعل، وأن الإنسان إما إلى جنة أو إلى نار ويحاسب على كذا، والنار في هذا العذاب والجنة بهذا الإغراء والإمتاع، ربما لا يصدق، يقول أنت تكذب، يعني مستحيل أن الذين عشت بينهم يبين بهذا التصور. القضية الدنيا هذه حياة فيها اختبار وقصيرة مهما طالت. نحن هل نحن نحمل العقلية في أنفسنا، نحن نصدق صحيحة، لكن عمليا هل أفعالنا، هل توجهنا إلى هذه الحياة توجه من يعتقد أنه بعد البلوغ سيعيش 40 بلوغ يعني بداية التكليف سيعيش 40 50 60 سنة ويموت ويعيش حياة أبدية في جنة أو في نار؟ لابد أن نراجع أنفسنا. إذا راجعنا أنفسنا، لو رسمنا لأنفسنا صورة الإنسان الطبيعي، لا أقول مثالي، لن أتحدث عن سفيان الثوري والأوزاعي والحسن البصري، ولن أذكرهم، وأنا لست من طبقتهم ولست من، لا أعتبر نفسي من الزهاد، يعني أنا أستمتع بالحياة في حدود المعقولة الشرعية، فلا تظنوا أنني أتحدث من باب يعني هذا الورع التقي الصالح الزاهد الذي ينبذ الحياة ويعطيكم هذه المواعظ، لا، أنا أتحدث عن الحد الأدنى المعقول. هل نحن في حقيقتنا نعيش بالمنطق الذي نتصور فيه أن هناك آخرة؟ أعتقد أن عندنا مشاكل، ولذلك علينا أن نعيد الأمر، نعيد الحساب، بمعنى أن يكون الإسلام رسالة حياة.